كوريا موتورز هي شركة سيارات كورية تعد ثامن أكبر صانعة سيارات في العالم. دعونا نلقي معا لمحة على قصة تأسيسها على مدار تاريخها الممتد لستة وسبعين عاما. البداية صناعة الدراجات. تأسست كيا عام 1944 تحت اسم كيانغ سونغ بريسيجن لتبدأ بصناعة أنابيب الصلب وقطع الدراجات، حتى باعت أول دراجة محلية في كوريا الجنوبية بحلول عام 1951. غيرت الشركة اسمها إلى صناعات كيا عام 1952، والذي معناه الحرفي الخروج من آسيا، وقامت بصناعة دراجات نارية لهوندا عام 1957 وشاحنات لمازدا عام 1962 لتبدأ صناعة السيارات بشكل فعلي عام 1973. عانت كيا من عوائق مالية وسياسية، لكنها عام 1986 وبمساعدة فورد استطاعت القفز بإنتاجها من السيارات من 26 سيارة فقط إلى 95 ألف سيارة عام 1987. وبعد تعرض الأسواق الآسيوية لإحدى أسوأ الأزمات المالية في التاريخ، أعلنت كيا إفلاسها عام 1997، وتنافست هيونداي وفورد على شرائها، واستطاعت هيونداي الاستحواذ على نصف أسهم كيا التي انخفضت لاحقاً إلى حوالي الثلث، مع شراء كيا حصصاً في 22 شركة تتبع هيونداي. التصميم الفريد أنف النمر. قررت كيا عام 2006 أن التصميم هو سر نمو مستقبل السيارات، وبناء عليه تعاقدت مع بيتر شراير مصمم أودي وفولكس فاجن، وكذلك توم كيرنز مدير تصميم كاديلاك السابق. شراير لعب دورا كبيرا في تصميم شبك كيا على شكل أنف النمر، الذي أصبح علامة مميزة في جميع سيارات كيا، أبرزها مؤخرا ستينجر، تيلرايد، K900 وK5. وتتمتع كيا حالياً بمراكز متقدمة في دراسات جي دي باور لأكثر شركات السيارات اعتمادية، وتتميز بمعدلات استدعاء منخفضة للغاية. كيا الجبر ومبيعات كيا عالمياً. حصلت الجبر للسيارات عام 2008 على الوكالة الحصرية لكيا موتورز في السعودية، وهي تحقق مبيعات قوية إلى يومنا هذا عبر ما يزيد عن 70 منفذ خدمة في البلاد، ما بين السيارات الجديدة والمستعملة وما بعد البيع والخدمات الأخرى. هذا ووصلت مبيعات كيا من السيارات خلال عام 2019 إلى 2,840,000 سيارة بقيمة 54 مليار دولار، ما يتخطى 200 مليار ريال سعودي، وتوظف الشركة ما يقرب من 50 ألف موظف حول العالم.